انا كرجل ممكن لما اشوف انثى اشوف فيها او الاحظ فيها بعض الصفات اللي لو انثى شافتها ما تلاحظهاش فيها. يعني باختصار، نظرة الرجل للانثى تختلف عن نظرة الانثى للانثى اللي زيها. الرجل مننا لما بيبص للمرأة او البنت او الانثى ممكن يشوف فيها ويلاحظ فيها بعض الصفات اللي لو الانثى اللي زيها شافتها ممكن ما تاخدش بالها منها. وتقريبا هو ده موضوع حلقتنا بتاع النهارده. وانا برضه بس في البدايه كده يعني عايز ان انا اوضح حاجه، يمكن الحلقه الاخيره اتكتب تعليق من كيب ستة، لان هو الاسم كده، هي متابعه بنت يعني قديمه ومتفاعله، كتبت في تعليقها تعليق لفتني قوي. انتوا عارفين ان انا بحب اقرا كل تعليقاتكم. يعني بتقول ابرز صفتين في كل انثى ممكن اي رجل في العالم يلاحظهم لو بيشوفها الانثى دي. بصراحة التعليق بتاعها عجبني قوي لانها كاتبة كل الاناث، ولقيت ان كلامها بنسبة كبيرة قوي صح. فانا هقول تعليقها ده في حلقة النهاردة، لان التعليق طبعا التعليق لما يتكتب اكيد كله مش شافه، ولما يتقال غير لما يتقري يعني، وهضيف عليه بعض التعديلات البسيطة لأن لقيت إن الكلام أغلبه صح وكلام فيه معلومات مفيدة. أنا بشكرها جدا على تفاعلها وعلى كتابتها التعليق المميز ده اللي أنا شفته يستحق وبجدارة إن هو يكون حلقة. ولكن أنا برحب بكم في البداية وبدعو اللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان يفضل متواصل معانا على طول. وتعالوا بينا نبتدي كل أنثى تتوقع وتكتب لنا في التعليقات ايه اكتر صفة او صفتين او ثلاثة بتحس ان هم مميزين او في شخصيتها، واول ما رجل تحديدا او شاب بيشوفها دايما او في اغلب الاحيان يقول لها انت فيكي الصفة دي. هنبتدي بالفارسة العنيدة اللي هي انثى برج الحمل. انثى برج الحمل قوية الشخصية دائما. نساء برج الحمل الرجل لما يشوفها للمرة الأولى أو يتعرف عليها للمرة الأولى يلمس فيها قوة شخصية، حتى لو كانت أنثى بتظهر أو بتحاول تظهر عكس كده. أنثى برج الحمل قوية الشخصية، والغريب في أحيان كتيرة تجدهم فيهم سنة براءة، لمسة براءة موجودة بتحسها من مواليد الأبراج دي عامة. ولكن نتفق في الآخر، أنا ما أقدرش أقول على أنثى برج الحمل كرجل لما بشوفها لأول مرة إن هي يستهان بيها أبدا، دائما بحس إن هي شخصية قوية. أنثى برج الثور دايما، وأنا قلتها قبل كده بس هنقولها عشان ده موضوع الحلقة، ثقة ورزانة. دائما أحس إن هي أنثى تقيلة. مش أنت كده ساعات إحنا كشباب لما نشوف بنت لأول مرة نقول لك ده عيلة خفيفة، جميلة وحلوة بس خفيفة، وفي أغلب الأحيان الخفيفة أو ما بتعجبش الشباب يعني بشكل كبير. أنثى برج الثور أنا لما أشوفها لأول مرة لازم على طول أقول تقيلة رزينة، وده بيميز شخصيتها أو بنسبة كبيرة. يا ريت يا جماعة عشان الحلقة توصل لبقية أصدقائنا ندوس لايك لو شايفينها مفيدة، والعكس ديسلايك ما يهمش، بس قولوا لي السبب. الجوزائية جرأتها، دائما بحس ان انثى برج الجوزاء انا كرجل بقى مش كانثى زيها، انها انثى جريئه او لمضه كلمنجيه او لبقه، كل ده قريب من بعضه قوي في المعنى مع الجوزاء، لذلك تلاقي قعدتها ما ينشبعش منها دايما. وانت قاعد مع الجوزائيه تنسى نفسك. اما انثى برج السرطان الحنيه دائما، ولذلك اقول من افضل الاناث الامهات لاولادك كرجل هي السرطونه السندريلا. انثى برج السرطان دي من افضل واحن نساء الابراج على اولادها وعليك كمان كزوج عمت. احس ان هي انثى حنونه قوي 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 فوق ما تتخيل، والرجل يلمسها ممكن اكتر من الانثى، واحنا وضحنا الكلام ده في بدايه الحلقه. اما بقى البرنسس انثى برج الاسد معروفه، مش هقول الكاريزما، الحضور الملفت او القوي زي ما صديقتنا برضو كانت كاتبه في تعليقها، وانا وايدها 100% بالذات في كلامها عن انثى برج الاسد، حضور طاغي كاسح. وانا قلتها قبل كده وبقولها تاني، صعب ان انثى برج الاسد تدخل مكان لو لاول مره ما تلفتش الانظار، ولا سيما انظار الرجال. انثى برج الاسد تحديدا العذراويه بقى، بس مش اي رجل يلاحظها، بتحتاج رجل خبره شويه وفاهم ومتمرس شويه.
على طول يقول لك الأنثى دي ذكية جدا، قنبلة ذكاء، بس دي مش كل الرجال بيلاحظها. في بعض الناس برج العذراء، في بعض الرجال يقول لك غلبانة، وهو اللي بيكون غلبان في الآخر. أنثى برج العذراء من أذكى نساء الأبراج، ودي يفهمها الرجل الفاهم الواعي، أو يعرف إن الأنثى دي أنثى ذكية ومحللة بارعة وقادرة، قديرة جدا. أنثى برج العذراء اللي يفهمها أوي لازم يشيد بيها ويعجب بالذكاء المهول وكم الذكاء الهائل اللي بيكمن في عقل تلك الأنثى. أما أنثى برج الميزان، الشياكة وحتة اللماضة والدبلوماسية. أنثى برج الميزان لو قاعدة بين ثلاثة أربعة بيتخانقوا، تقدر تخليهم يقوموا حبايب، تقدر تصالحهم على بعض، دبلوماسية قوي، وعندها برضو لمسة ذكاء بتقدر تترجمها بسرعة البديهة السريعة اللي عندها لتصيغ أو تطوع الموقف اللي هي فيه زي ما هي عايزاه، دبلوماسية من الدرجة الأولى، ناعمة قوي. أنثى برج الميزان وضحكتها جذابة قوي، انت اما تشوفها هي جذابة بطبعها، تقول الأنثى دي أنثى كده، تعمل من زي ما بيقولوا كده، أنا نسيتها والله مش عارف، من الفسيخ شرباطة، ده مثل بالمصري عندنا. حلاوة لسان أنثى برج الميزان في الكلام يجعلها أنثى مطلوبة وبشدة لكثير جدا من الرجال. أما العقربة غامضة، وتحس في البداية إن أنت خايف منها بس مشدود ليها، وهو ده جاذبية أنثى برج العقرب، ما ترتاح لهاش في البداية بس مشدود ليها. مشدود ليها ليه؟ عايز تعرف ايه اللي وراها، عايز تفتح الابواب اللي مقفولة دي عشان تشوف ايه الكنز، وهتلاقي كنز. انثى برج العقرب انثى فيها مميزات كتير اوي، احنا وضحنا الكلام ده كتير، ده احنا عاملين حلقات كاملة بنشرح فيها صفات انثى برج العقرب. اما القوسية، الفرفشة والمرح وطاردة للنكد، ودي احسن حاجة. خلي بالكم في كتير جدا من الرجال يشتكي من الانثى النكدية، بل يسيب ويفارق الانثى بسبب ان هو بيتهمها او شايفها ان هي نكدية. القوسية تحس ان هي اجتماعية، فرفوشة، دمها خفيف، مرحة، ايجابية وطموحة قوي، طموحها دايما كده بيكون طموح مجنون ولذيذ في نفس الوقت، انثى لذيذة. انا كرجل اقول على اناث برج القوس لما اشوفهم لاول مره او بتعامل معاهم في البدايات انها لذيذه قوي، وما اجمل الانثى لما تكون انثى لذيذه. انثى برج الجدي اقول عليها عنيده، دماغها زلطه، وهي فعلا كذلك. اي رجل بيتعامل مع انثى برج الجدي لاول مره من ملامحها وهيئتها ومشيتها ونظرتها وطريقه ردها وابتسامتها الواثقة من نفسها اللي غالبا ما بتكونش عريضة قوي، لما بتبتسم أحس إن هي عنيدة وقوية الشخصية في نفس الوقت. قوية الشخصية تناطح الفارسة العنيدة أنثى برج الحمل في قوة شخصيتها، بس أقول إن هي أنثى عنيدة، يعني ما تتنازلش بسهولة، يعني صعب أقنعها، يعني صعب أمشي عليها قرار أو أمر أو رأي هي رافضة، ودي الرجل بيلحظها قوي في أنثى برج الجدي في البدايات. عشان كده ممكن لو هو رجل ضعيف الشخصية يتعب معاها في البداية، خلي بالكم من الحتة دي. الدلوية بقى، أنا كرجل وأنا أعرف نساء كتير من برج الدلو، عيلتي فيها نساء كتير دلويات، رايقة دايما في عز المشاكل وفي عز الضغوطات، أنثى تحس إن هي رايقة ودماغها طايرة في السماء، الروقان. انا بقول على الانثى دي رايقة، هي دي الانثى بقى اللي توريك حياة انت عمرك لسه ما شفتهاش، على رأي الاغنية اللي انا كنت بسمعها، يمكن في دنيا لسه ما شفناهاش او حياة لسه ما عشناهاش. مع الدلوية هينطبق معاك المثل ده كرجل، عيشة الدلوية وتنظيمها لحياتها او تعاملها او فلسفتها بشكل يعني اوضح في حياتها مختلفة عن كل نساء الابراج، هي ما فيش حد يشبهها، وصعب تلاقي انثى برج الدلو تقلد حد او تمشي بدماغ حد، هي ليها دماغها الخاص، وده يعجب قوي الرجل المتحرر والمستقل وصاحب الشخصيه القويه، يفرح قوي بانثى برج الدلو ويحب ان هو يدخل حياتها ويدخلها حياته. اما انثى برج الحوت الانوثه، انا اشوف انثى برج الحوت على طول اقول دي
أنثى بما تحمله الكلمة من معنى. وأنا برضو أعرف كتير من الحوتيات، قرايبي كانوا زميلاتي في الدراسة، زميلاتي في العمل، لما كنت أشوفهم لأول مرة أنا وأصحابي أقول لهم دي برج الحوت وأتراهن معهم، وتطلع برج الحوت، بصوا مشيتها، طريقتها وهي بتقعد، ابتسامتها، طريقة ألوانها اللي هي بتلبسها، كله يدل إن هي كلها مفعمة بالأنوثة، أنوثة ما بعدها أنوثة. يا ريت اللي نسي يدعم الحلقة بلايك يدعمها بلايك، لو شايفينها مفيدة توصل لبقية أصدقائنا، احنا كلنا عيلة واحدة في الأول وفي الآخر. واكتبوا لي آرائكم في الحلقة دي، لأن أنا بقرأ كل تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خلالها. اللي بيسأل إزاي يتواصل معايا الانستجرام أو الفيسبوك، الروابط دي كلها متثبتة في وصف الفيديو أول تعليق، ادخل اشترك، ابعت لي وهرد عليك عاجلا أم آجلا إن شاء الله. ويا ريت تشتركوا في قناتنا التانية للفضفضة، اسأل محمد وعيلته، قناة مفيدة قوي وفيها دروس مستفادة قوي. عندنا النهاردة حلقة الساعة 9، احنا بننزل على القناة دي، القناة التانية دي، حلقات الساعة 9 بتوقيت مصر كل ليلة، وقناتنا دي الساعة 8 بتوقيت مصر. شاب وخطب بنت جميلة قوي قوي قوي، ويقدم لها بقى، بيفرش الدهب تحت رجليها، وفي الاخر بتطلب منه اغرب طلب ممكن ينطلب، خطيبة قبل فرحهم ب4 ايام او 5 ايام، يعني طلب غريب جدا، والشاب محتار يعمل ايه. عامة عشان ما اطولش عليكم، الحلقة هتنزل، اللي عايز ان هو يتابعها ويشاركنا برأيه، لان صديقنا ده طالب رأيكم، يعمل ايه، يكمل ولا لا، يشترك ويشاركنا ويشرفنا برأيه. الى اللقاء وان شاء الله نلتقي بكرة.